من الجدير بالذكر أن المخاض يمر بمراحل ثلاث ويمكن بيانها فيما يلي. أولا، المرحلة الأولى من المخاض والولادة. تتميز هذه المرحلة بشعور الحامل بانقباضات منتظمة، مما يؤدي إلى ترقق عنق الرحم أو تمدده للسماح للجنين بالانتقال إلى قناة الولادة، وتعد المرحلة الأولى أطول المراحل الثلاث. ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين، وهما مرحلة المخاض المبكر ومرحلة المخاض النشط. وخلال مرحلة المخاض المبكر تشعر الحامل بانقباضات خفيفة وغير منتظمة، ومع بدء فتح عنق الرحم قد تلاحظ الحامل نزول إفرازات شفافة أو وردية اللون أو دموية من المهبل. ومما تنبغي الإشارة إليه أنه لا يمكن التنبؤ بمدة المخاض المبكر، إلا أنها تكون طويلة نسبيا عند النساء اللواتي يحملن لأول مرة، لكنها تصبح أقصر خلال المرات اللاحقة من الحمل. أما فيما يتعلق بمرحلة المخاض النشط فتتميز بتمدد عنق الرحم من 6 سنتيمتر ووصوله إلى 10 سنتيمتر، وتصبح الانقباضات أقوى وأقرب من بعضها البعض، كما أنها تصبح منتظمة، وقد تشعر الحامل بتشنج ساقيها إضافة إلى الغثيان، وقد ينزل ماء الرأس خلال هذه المرحلة. وفي الغالب تستمر مرحلة المخاض النشط من 4 إلى 8 ساعات أو أكثر، إذ يتمدد عنق الرحم بمعدل سنتيمتر واحد في كل ساعة تقريبا. ثانيا، المرحلة الثانية من المخاض، وتتم خلال هذه المرحلة عملية إخراج الطفل وولادته، وقد تستغرق هذه المرحلة فترة تتراوح بين بضع دقائق وحتى بضع ساعات أو أكثر. ثالثا، المرحلة الثالثة من المخاض، ويتم خلال هذه المرحلة تسليم المشيمة في غضون 5 إلى 30 دقيقة بعد ولادة الطفل، إلا أن بعض النساء قد تستغرق لديهن هذه المرحلة ساعة تقريبا.